إذا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام في كل مكان، تحية الوفاء والتقدير لكم، تحية لكل العرب المتابعين، وتحية خاصة إلى مناصري ومشجعي المنتخب البحريني، خاصة أولئك الذين يتابعونه من وراء الشاشات في غياب الجمهور هنا في الملعب الوطني بالرفاع. المباراة الأخيرة لمنتخب البحرين وإندونيسيا في دور المجموعات قبل التأهل إلى الدور النهائي. عسى ولعل أن يحدث ذلك، عسى ولعل أن تظهر المفاجأة في هذه الأمسية، في هذه الليلة، ليلة البحرينيين، في انتظار ما سيصنعه البحرينيون بفريقهم في هذه الليلة أمام منتخب إندونيسيا، وفي انتظار ما سيفعله منتخب إيران مع منتخب قطر هناك في إيران. إذن بطبيعة الحال كما تحدث الزملاء كثيرا وأسهبوا بكلامهم عن حيثيات التأهل بالنسبة للمنتخبات الثلاثة المعنية بالتأهل إلى الدور المقبل، ولو أن أحدها قد قطع تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل، نقصد بذلك متصدر هذه المجموعة الخامسة إيران الذي قطع التأهل إلى الدور النهائي المؤهل بطبيعة الحال إلى نهائيات كأس العالم بالبرازيل سنة 2014. إيران في الصدارة برصيد 11 نقطة، ضامنة تأهلها مهما حدث في مباراتها أمام قطر ومهما يحدث في هذه المباراة بين البحرين وإندونيسيا. إيران ب 11 نقطة تتصدر، وتأتي بعدها قطر بتسع نقاط، وفي المركز الثالث البحرين بست نقاط، وإندونيسيا من دون ولا نقطة خرجت من السباق. تبقى تأشيرة التأهل محصورة بين منتخبي قطر والبحرين، التأشيرة الثانية بعدما كسبت إيران التأشيرة الأولى. هنا انطلاقة هذا الشوط الأول بين المنتخبين البحريني والإندونيسي. إندونيسيا باللون الأبيض والأخضر ستلعب هذه المباراة على اليمين، والمنتخب البحريني باللون الأحمر على اليسار. قلت قطر التي فازت في مباراتين تعادلت في ثلاثة ولم تنهزم بتاتا، البحرين فازت في مباراة تعادلت في ثلاثة وانهزمت مرة واحدة، وهذه الهزيمة التي كانت حمل ثقل عليها ليس قبل هذه المباراة فقط، وإنما الهزيمة تتابع ولا زالت تعقد من مسؤولية منتخب البحرين حتى لهذه اللحظات، إذ أنه خسر بستة أهداف نظيفة في إيران أمام المنتخب الإيراني، مما صعب من مأموريته في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، إذ أنه سجل ثلاثة أهداف وتلقى سبعة أهداف كاملة تلقاها منتخب البحرين، ستة منها أمام إيران. تصوروا أنه لو انهزم فقط بهدف أو بهدفين أمام منتخب إيران في مواجهة في إيران لكانت الأمور يعني أشد تنافسية، وكانت حظوظه أوفر من هذا الحظ الذي يلاقيه في هذه الأمسية، حيث يبدو أكثر تعاسة في حظه، إذ أنه عليه أن يسجل ثمان أهداف أو تسعة وأن تفوز إيران على قطر ليضمن التأهل. هذه كرة من جديد، منتخب البحرين ممكن أن يفعلها ويمضي أول أهداف المباراة والتسديدة. ضاعت كرة هدف أول في المباراة. منتخب البحريني عليه في كل دقيقة أن يمضي هدفا أو هدفين، كلما مرت خمس دقائق عليه أن يسجل، في كل خمس دقائق عليه أن يسجل هدفا في أدوار المباراة أو في كل عشر دقائق إذا ما أراد أن يتأهل، على شرط آخر وهو صعب وليس بيديه، أن تفوز إيران على قطر. عدا ذلك لن يتمكن من التأهل منتخب البحرين. إيران يجب أن تفوز على قطر بهدف أو بهدفين أو بثلاثة، وتفوز البحرين بفرق كبير من الهدف. عموما لا داعي للحديث عن هذا الفرق، وكرة خطيرة وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح منتخب البحرين. هذا هو المدرب بيتر تايلور، المدرب الإنجليزي، مدرب منتخب ماذا يحدث؟ سيناريو عجيب وغريب، بطاقة حمراء في وجه حارس مرمى منتخب إندونيسيا، ركلة جزاء، نعم واضحة البطاقة الحمراء، المسؤولية أصبحت أكثر تعقيدا. منذ الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الأول، الحارس سامسيدار، الحارس الإندونيسي يرتكب الخطأ على المهاجم الفت إسماعيل حسن عبد اللطيف الذي يمر
والعرقلة تأتي من الحارس سامسيدار، يخرج بالبطاقة الحمراء الحكم اللبناني أندري الحداد، يشهر البطاقة الحمراء في وجه سامسيدار، وبالتالي أفضل سيناريو لمنتخب البحرين، أفضل سيناريو للأحمر البحريني أن يخرج الحارس سامسيدار بالبطاقة الحمراء. تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، أنا قلت في كل خمس دقائق عليه أن يمضي هدفا، يمكن أن يفعل ذلك لأن منتخب إندونيسيا تلقى 16 هدفا قبل هذه المباراة. الأمور تتعقد، المسؤولية أصبحت صعبة جدا بالنسبة لمنتخب إندونيسيا. الآن استبدال سامسيدار، الحارس الذي يخرج بالبطاقة الحمراء بعدما عرقل إسماعيل حسن عبد اللطيف مهاجم الأحمر البحريني. بسرعة البرق نتلو عليكم أسماء المنتخب البحريني: سيد محمد جعفر في الحراسة، وليد محمد رقم 2، عبد الله عبد الرحمن المرزوقي رقم 3، سلمان عيسى عيل حسن عبد اللطيف رقم 11 الذي بطبيعة الحال تحصل على ركلة الجزاء. الآن الاستبدال، يخرج سلاميت نوركا يونو طبعا من اجل ان تمنح الفرصه للحارس الثاني لان يدخل الى شباك الحارس، شباك المنتخب الاندونيسي. سيلعب منذ هذه الدقائق بعشرة لاعبين منتخب اندونيسيا، والذي ضم في توليفته اسماء شابه. فرصه مواتيه لمنتخب البحرين لان يبدا سيناريو المباراه بطريقه رائعه. يمضي هدفا منتخب اندونيسيا بعشرة لاعبين، يواصل ضغطه، يمكن ان ينهي المباراة بعشرة اهداف. انا انتظر ذلك. ركلة الجزاء يسجلها اسماعيل حسن عبد اللطيف، يسجل ركلة الجزاء اول اهداف المباراة من اسماعيل حسن عبد اللطيف، هداف المنتخب، يتمكن من تسجيل ركلة الجزاء بنجاح، هدف اول في المباراة من علامة الجزاء لصالح المنتخب البحريني. افضل سيناريو للاحمر البحريني، سيناريو لم يكن ينتظره أكثر المتفائلين، حتى الزملاء في الاستوديو ربما لم يتوقعوا هذا السيناريو، لم يتوقع أحد بتاتا أن يخرج بالبطاقة الحمراء الحارس سامسيدار في الدقيقة الثالثة من هذا الشوط الأول. وبالتالي منتخب إندونيسيا يلعب بعشرة لاعبين، منتخب البحرين ينجح في تسجيل ركلة الجزاء. حسن عبد اللطيف، والرأسية تمر إلى ركلة مرمى للحارس البديل، اعتقد اندي غونتور هو الحارس البديل، 21 سنة غونتور، في مكان لاعب سلاميت رقم 19، والحارس سامسيدار الاساسي خرج بالبطاقة الحمراء. لا اريد التعليق على البطاقة الحمراء، عرقلة كانت واضحة طالما ان اللاعب حسن عبد اللطيف مر بالكرة وكان وجه لوجه امام الشباك، طبعا كان اخر مدافع يستحق البطاقة الحمراء. وبالتالي حكم المباراة الحكم اللبناني الدولي منذ سنة 2010، أعتقد كان محقا في إشارة البطاقة الحمراء في وجه الحارس سامسيدار. بالنسبة لمنتخب إندونيسيا بالأسماء التالية: كونتور الحارس البديل، الآن لدينا أرديليس رقم 14، كايو رقم 13، ميشليس رقم 15، هنا المدرب سانتوزو 41 سنة المدرب الأندونيسي، لدينا عبد الله الرحمن رقم 22، ألفريد رقم 17، توفيق رقم 8، ريندي سابوت رقم 6، أديتيا ديوا رقم 11، إفراد أو إرفان باشتيم رقم 10. خرج سلاميت بالبطاقة، أو سلاميت استبدل ليترك المكان للحارس الثاني غونتور لأن يدخل في أطوار كرة، تعود لمنتخب البحرين من صالح عبد الحميد، لكن استعاد توفيق من جانب المنتخب الاندونيسي، يلعب بشباب من المنتخب الاولمبي، سلمان عيسى صاحب الخبره والتجربه يصول ويجول في الميادين بهذه الليله، يعول عليه كثيرا المنتخب. سلمان عيسى، كره هدف ثاني، ولكن ضاعت كره هدف ثاني، ضاعت على منتخب البحريني. سلمان عيسى مرر كره ممتازه الى وليد محمد، توزيعها ولكن ضائعه. عادة الكرة للمنتخب الاندونيسي، لكن تقطع هذه الكرة من سلمان عيسى، المرور من وليد محمد، توزيعها كان من المفروض ان تكون الى الامام الى اسماعيل حسن عبد اللطيف ليتوج نفسه نجما ويتوج نفسه هدافا في هذه المباراة. الهداف صاحب ال 25 سنة 28 هدف مع منتخب البحرين في 53 مباراة. كرة من
من الحارس غونتور. غونتور إلى تيغو ميشليس. كرة لصالح المنتخب الأندونيسي من دون طبعا ولا حظوظ في هذه البطولة. كرة خطيرة ومرة أخرى منتخب البحرين يضيع. منتخب البحرين عن طريق محمد علي كان بالإمكان أن ينهي الكرة في الشباك بعد خطأ فادح في دفاعات المنتخب الأندونيسي. تبدو الفرصة مواتية لمنتخب البحرين لينسي الجميع ما فعله منتخب إيران به حينما دك شباكه بستة أهداف نظيفة ويتدارك الفارق في الأهداف الكبير بطبيعة الحال بينه وبين المنتخب القطري الذي سجل 8 أهداف وتلقى 3، أي لديه 5 أهداف بينما منتخب البحرين لديه ناقص 4. اليوم سجل ركلة الجزاء مبكرا لديه ناقص 3. الآن نبدأ نحسب طبعا الفوز والانتصار يبدو أكيدا من خلال هذه السيناريو ومن خلال طبعا السيناريوات المباريات السابقة، لكن بأية نتيجة هذا هو المهم وهذا هو الأهم، وأية نتيجة ستنتهي عليها مباراة إيران وقطر. حتى الآن منتخب البحرين ناجح، ضيع فرصة وسجل واحدة وحذاري من الأخطاء. الكرة تتجه إلى ركن، حذاري من الأخطاء في الدفاع، حذاري من استسهال الخصم. يجب أن يركز كما يبدأ بقوة من الحارس السيد محمد جعفر. كرة إلى ركنية هي الأولى في المباراة للمنتخب الأندونيسي. هنا المدرب الإنجليزي بيتر تايلور 59 سنة الذي كان مهاجما في فرق كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبور وحتى مع منتخب إنجلترا الذي لعب له 4 مباريات، أول مدرب فريق دارتفورد. هذه كرة أندونيسية من الركنية مرفوعة، المتابعة تأتي من الدفاع تسديدة وإلى يدي الحارس سيد محمد جعفر. منتخب إيران الذي طبعا ضمن تأهله عن هذه المجموعة برصيد 11 نقطة، ربما إذا ما فاز عليه منتخب قطر سيخسر يعني صدارة هذه المجموعة لصالح منتخب قطر، ولكن إذا تعادل الاثنان سيتأهلان مهما كانت نتيجة المنتخب البحريني. الآن هذه كرة ومحاولة من إسماعيل عبد اللطيف، حاول المرور والمراوغ، لكن أكثر جماعية في أداء منتخب البحرين ستمكنه من تسجيل الأهداف بسهولة بالغة، لكن أكثر فردانية أكثر استسهال الخصم واستصغار قد تؤثر عليه. هنا الخطأ الذي يأتي من صالح عبد الرحمن الحميد. صالح عبد الحميد 29 سنة لاعب النصر والرائد والنجمة من قبل. هنا القائد الأندونيسي عبد الرحمن يلعب كرة طولية مباشرة إلى سيد محمد جعفر. 10 دقائق منذ أن انطلق الشوط الأول، هدف مقابل لا شيء لصالح منتخب البحرين. على انطلاق الآن من وليد محمد. وليد يتقدم يعيد الكرة إلى الخلف لسلمان عيسى. سلمان علي عبد الوهاب. علي عبد الوهاب كرة تدور لعبد الله إسماعيل. عبد الله إسماعيل كرة لضياء. ضياء يمر، عليك التسديد يا ضياء. فرصة هدف ثاني لمنتخب البحرين لكن قصيرة نوعا ما إلى سلمان عيسى صاحب الخبرة، خبرة السنوات سيوظفها الليلة وفي هذه الأمسية لصالح منتخب بلده الأحمر البحرين. البحرين المتوجة بدورة الأعلام كرة القدم، وذكرت أن الحكم اللبناني صفر قبل تسديدة في خطأ التدافع بين لاعبين. يطلب اللعب على الأطراف رفع الكرات، يبدو أن هناك خطأ في عمق الدفاع، أخطاء في عمق دفاع المنتخب الأندونيسي. هذه الكرة التي تحولت إلى أقدام محمد علي الذي ضيع فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني. كرته جانبت شباك الحارس غونتور. الحكم لم يصفر. كرة محمد علي ضاعت، تسديدة في واجهة المرمى اتجهت فوق شباك غونتور. في أخطاء كثيرة ميشليس الآن. أخطاء كثيرة واضحة من جانب المنتخب الأندونيسي. أي هدف من جانب منتخب إيران في شباك المنتخب القطري طبعا هو إضافة لمنتخب البحرين، هو إضافة لصالح منتخب البحرين. الخمس دقائق الثانية لم يسجل فيها منتخب البحرين، ولكن أنا طلبت في كل 5 دقائق هدف، لكن ربما في كل 10 دقائق سيظهر هدف، وهكذا ربما لدينا 16 دقائق في الشوط الأول و6 في الشوط الثاني، وبالتالي ننتظر 12 هدفا في اللقاء. هذه كرة لصالح سيد ضياء، يمر ويراوغ كرة بأقدامه، توسيع لا توسيع بعيدا نوعا ما، لكن تبقى لصالح ومصلحة المنتخب البحريني من يسدد الكرة في الشباك. دفاع يتدخل إلى ركن. إسماعيل حسن عبد اللطيف مرة يراوغ
يبدو تايلور مصرا على يعني السيناريو المعجزة في هذه الأمسية، السيناريو الذي قد يفوق الخيال، ولكن من كان يتوقع أن ليون الفرنسي سيسجل 7 أهداف أمام دينامو زغرب ويتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا؟ حدث هذا في دوري أبطال أوروبا، ليون فاز 7 أهداف في كرواتيا أمام دينامو زغرب، وهو السيناريو الذي كان يعني لا يحلم به بتاتا أن يحققه، حققه بينما خسر أياكس أمام ريال مدريد. أعتقد بأن سيناريوهات في كرة القدم يعني تبدو يعني إعجازية نوعا ما، تبدو بشكل إعجازي على الورق، ولكن أحيانا على الواقع تحدث. اليوم المنتخب البحريني يمكنه أن يستغل النقص العددي الذي بدأ به منتخب أندونيسيا بعد خروج حارسه بالبطاقة الحمراء الحارس الأساسي، أن استغلال هذه الظروف. طبعا أندونيسيا ستدافع، ستبقى مدافعة مهما كان، مهما حدث الأمر، لكن حتى في الدفاع تبدو يعني الأخطاء كثيرة، ومنتخب بحريني لو يستغل هذا الوضع أكثر. هذه كرة من جديد، محاولة علي عبد الوهاب، تماس يقول حكم المباراة الحكم اللبناني الحداد 41 سنة، حكم هذا اللقاء، صفى ركلة جزاء. سلمان عيسى، سلمان طبعا لا يجب أن يتسرع لاعبو المنتخب البحريني. من جديد نعود إلى أطوار اللقاء، وكرة خطيرة وهدف ثاني، نعم هدف ثاني لمنتخب البحرين، هدف ثاني للمنتخب البحريني، هذه كرة محمد علي وفي الشباك. إذا 10 دقائق الثانية تبصم على الهدف الثاني للمنتخب البحريني، تسديدة إسماعيل حسن عبد اللطيف، وها هنا محمد علي يمضي الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعدما أمضي الهدف الأول في الدقيقة 4. أفضل سيناريو للمنتخب البحريني، هدفان لمنتخب البحرين لا شيء لمنتخب أندونيسيا في ظرف 15 دقيقة. من الممكن هذه نتيجة الذهاب على فكرة، هدفان مقابل لا شيء، فاز المنتخب البحريني في أندونيسيا في الجولة الثانية من هذه المجموعة الخامسة. إيران فازت على أندونيسيا ب3 أهداف نظيفة في إيران، ثم البحرين تعادلت أمام قطر من دون أهداف في البحرين. طبعا هذه مباريات الجولة الأولى، الجولة الثانية أندونيسيا خسرت على ملعبها أمام البحرين، سجل عبد اللطيف وسجل سعيد هدفي المنتخب البحريني، وقطر تعادلت مع إيران بهدف في كل شبكة. الجولة الثالثة سجلت فوز قطر خارج الديار أمام أندونيسيا ب3 أهداف مقابل هدفين، في حين أن إيران اكتسحت البحرين ب6 أهداف، وهي النتيجة التي صعبت المهمة على المنتخب البحريني لحد الآن، ولكن يمكن أن يتجاوز هذا الفارق من الأهداف، لكن مصيره يبقى من دون ليس بيديه. هذه كرة من جديد، منتخب البحريني منسوجة بطريقة جماعية لكن ضاعت لتتجه إلى المهاجم إرفان باشديم، تحولت أندونيسيا إلى توفيق، توفيق يلعب كرة سهلة مباشرة إلى سيد محمد جعفر، إلى مدافعي عبد الله عبد الرحمن المرزوقي، تقدم وليد محمد، وليد يراوغ ويضيع الكرة. أقول بأن سلمان عيسى يستعيد الكرة بامتياز، سلمان يمر، سلمان يمرر إلى الناحية اليسرى، توزيعة يعني لو يتقن اللاعبون من الناحية اليسرى توزيعات، خاصة وليد محمد وكذلك محمود عبد الرحمن رينجو نحو المهاجمين إسماعيل حسن عبد اللطيف، وتقدم سلمان عيسى سيتمكن من تسجيل كم كبير من الأهداف بشكل سهل وسلس لحد الآن. الجولة الثالثة والرابعة، البحرين تعادلت أمام إيران بهدف في كل شبكة، سجل العجمي للمنتخب البحريني، في حين أن قطر فازت على أندونيسيا ب4 أهداف نظيفة في الدوحة. في المجموعة في الجولة الخامسة شهدت خسارة أندونيسيا أمام إيران في أندونيسيا ب4 أهداف مقابل هدف، و قطر تعادلت أمام البحرين من دون أهداف هنا، وهو التعادل الذي يعني وضع منتخب قطر في وضعية أفضل من جانب المنتخب البحريني.
وأكسب منتخب إيران تأشيرة التأهل الأولى عن هذه المجموعة إلى الدور النهائي الذي ستقسم فيه المنتخبات العشر المتأهلة إلى مجموعتين. كرة من جديد لحسن عبد اللطيف، اللمسة من الرائع محمد علي، دوران، كرة موزعة، هدف ثالث ربما، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، توزيعة من عبد الله إسماعيل. هذه توزيعة عبد الله إسماعيل، يمينية ممتازة، رأسية إلى خارج أرضية الميدان من محمد علي. من جديد يحاول ويناول وليد محمد، ضيع الكرة وليد محمد على سلمان عيسى، توجهت وتحولت أندونيسية. طبعا يبقي شباكة ونظيفة، هذا أفضل حوار للمنتخب البحريني للأحمر البحريني لحد الآن. طبعا خرج من التصفيات في هذه الليلة، ستكون يعني واحدة من أسوأ مشاركاته في التصفيات المؤهلة للمونديال في العشر سنوات الأخيرة. منتخب الأحمر البحريني، سلمان عيسى يحافظ على الكرة، طالما أن إسماعيل حسن عبد اللطيف كان متسللا عاد بها لوليد محمد، منقولة في وسط الميدان، التقدم من عبد الله إسماعيل، عبد الله إسماعيل كرة لسيد ضياء، ضياء يفكر في التوزيع وفي التسديد، يلعب كرة طائرة، الدفاع يتدخل، يجب استغلال مراكز أفضل استغلال. تحولت أندونيسية الكرة، هذه من هذه الهجمات وهذه الكرات قد يسجل منتخب اندونيسيا. كرة سهلة للحارس، لم يلمس كرات كثيرة سيد محمد جعفر، لم يسيطر عليها بالشكل الجيد. عموما مباراة سهلة، مباراة في المتناول، مباراة يمكن ان يحقق فيها السيناريو المطلوب. منتخب البحرين يسجل اكثر حتى من 10 اهداف في هذه الليلة. هذه كرة من جديد ممتازة وخطيرة، تقدم الى الامام من سلمان عيسى، ولكن كرة محمود عبد الرحمن لم تصل، بل يستعيدها من جديد، يوزعها نحو القائمة الثانية، خطيرة لسيد ضياء، سيد ضياء داخل منطقة الجزاء، يهيئ كرة، يجب أن يكون أكثر شراسة في هجمات منتخب البحرين، أكثر قوة، لا أن يكون باردا نوعا ما. كرة وزعها نحو القائمة الثانية، عادت لسيد ضياء، سيد يداوغ ويضيع الكرة لمشليس، لعب الأندونيسي يستعيدها رفقة كايو، تتجه إلى تمس. من جديد السيد ضياء رفقة إسماعيل، عبد الله إسماعيل، تسديدة عائدة من الدفاعات البحرينية، كانت من محمود عبد الرحمن إلى تمس. اتجاه واحد، سيطرة واحدة، تيار واحد في المباراة، والمنتخب البحريني إذا ما سجل الهدف الثالث والرابع ننتظر أن يفتح الأمور على مصراعيها. بطبيعة الحال لا يجب أن يترك لا شاردة ولا واردة، لا يجب أن يترك صغيرة ولا كبيرة للمنتخب الأندونيسي، يجب أن يرهقه، أن يتعبه، يجب أن يذك شباكه ويتعبه نفسيا قبل أن يتعبه بدنيا. يعني كلما زاد عدد الأهداف في المباراة، كلما حطت معنويات اللاعبين الأندونيسيين وسهلت المهمة بالنسبة للهجوم البحريني. لا يجب أن يفكر في سقف الأهداف المنتخب البحريني كذلك، هذه شغلة أساسية. هذا سيد ضياء ينقل كرة إلى محمود عبد الرحمن، يصل إليها ويصل إليه كذلك سلمان عيسى، لاعب الخلوق المؤدب الرائع، 34 سنة، صالة وجال في الميادين رفقة العربي القطري. وهذه كرة من جديد ممتازة جدا لسلمان، يا مور سلمان، كان بالإمكان أن يسدد لكن فضل أن يعيد إلى الخلف، تبقى بحرينية مرفوعة 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 وممتازة رائعة، وركلة جزاء، نعم 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 نعم، ركلة جزاء ثانية في المباراة، نعم ركلة جزاء، جاءت الصافرة نوعا ما متأخرة من حكم اللقاء إسماعيل حسن عبد اللطيف، استقبل الكرة بامتياز خلف ظهر لاعب ديجو ميشليس الذي قد يتلقى البطاقة الصفراء، لا يريد أن يعقد الأمور حكم المباراة. هنا التدخل كان واضحا وركلة جزاء كانت واضحة لإسماعيل حسن عبد اللطيف، والحكم يحتسب ركلة جزاء ثانية في أطول المباراة. الغريب في الأمر لحد الآن
ثلاث دقائق الأولى من العشر دقائق الأولى أعلنت ركلة جزاء، ثلاث دقائق الثانية من العشر دقائق الثانية سجل فيها منتخب البحرين هدف، ثلاث دقائق الثالثة من العشر دقائق الثالثة يأتي ركلة جزاء لإسماعيل حسن. إسماعيل حسن عبد اللطيف يضيع ركلة الجزاء. كونتور الحارس يتدخل بامتياز وينقذ مرمى من هدف ثالث. شوف يعني هذه مثل هذه الركلات لا يجب ان تنفذ بهذه الطريقه، استسهال. هنا قلت لا يجب ان يستسهل الامور منتخب البحرين، السيناريو في متناوله، نعم السيناريو في متناوله، لكن ان يعني ان يستسهل الامور، ان يستصغرها بدلا من انه يفكر في تحقيق الشرط الاول من التأهل. الشرط الأول أن يذوب شباك المنتخب الأندونيسي بقدر ما يتمكن من الأهداف، يعني أن يسجل 10 أهداف فليسجل 10 أهداف. الشرط الثاني ليس بيده، وبالتالي الأمور مع جماهيره ومع أنصاره ومع الطاقم حتى يعني اللاعبين مع أنفسهم يرتاحون لأنهم حققوا الشرط الأول. الشرط الثاني ليس من نصيبهم. هنا التسلل من إسماعيل حسن عبد اللطيف، الراية مرفوعة. الشرط الثاني إذا ما حققته إيران وسجلت هدفا وتفوقت على منتخب قطر، هذا أفضل هدية تأتيهم من يعني من المنتخب البحريني. قبل ذلك أفضل هدية من الله، لكن أن يستسهل الأمور وتفوز إيران مثلا في آخر الدقائق على قطر مثلا 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 وبعد ذلك يجد نفسه كان قاب قوسين من تسجيل 8 أهداف أو 9 و10 وضيعها حين سجل هدفين، ولكنه ضيع هدفين حقيقيين وضيع ركلة جزاء. ركلة جزاء قد تدخل حارس المرمى الأندونيسي في أطوار المباراة. طبعا الأندونيسيون ليس لديه ما يخسرون في هذه المباراة. وليد محمد يتقدم، وليد يتقدم وخطأ، لا داعي بتاتا لأخطاء. بيتر تايلور يبدو أنه منزعج، لن يرتاح بيتر تايلور الإنجليزي إلا إذا وصل الرقم المسجل أمامكم على الصورة. البحرين مثلا 7، أندونيسيا لا شيء، وسترونه منزعجا كذلك. هذا هو عبد الرحمن القائد، ضيع 3 أهداف لحد الآن منتخب البحرين. ركلة جزاء وتسديدة محمد علي وكرة إسماعيل حسن عبد اللطيف برأسه، يعني 3 أهداف حقيقية، أهداف أخرى كان بالإمكان بسهولة أن تمر إلى الشباك. وليد محمد، طبعا أعتقد بأن المنتخب البحريني في سباق مع الزمن وليس في سباق مع منتخب أندونيسيا. خصم الزمن، خصم الوقت، وليس أندونيسيا. أندونيسيا يعني غير موجود، هذا فريق غير موجود في هذه الأمسية. يلعب ب10 لاعبين لن يتمم المباراة بالريتم المطلوب، لذلك لا يجب أن يضع نفسه في مأزق منتخب البحريني. سلمان عيسى، كرة ممتازة مع وليد، ضاعت على وليد، عادت لسلمان، يستعيدها سلمان في وسط الميدان، يعود إلى الدفاع، كرة أندونيسية، تسديدة سهلة ضعيفة تمر إلى خارج أرضية الملعب. 10 دقائق الثالثة لم يسجل فيها لحد الآن منتخب البحرين. لكن أتيحت له ركلة الجزاء. وليد محمد رفقة السيد ضياء، الكرة موزعة، مشليس يتدخل، مستقبل داخل منطقة الجزاء. لكن عادة أندونيسية، مورفولوجية والبنية الجسدية للاعب الأندونيسي مش يعني صالحة لمباريات كرة القدم. كلهم تقريبا قصار القامة عدا لاعب أو لاعبين. كرات الهوائية لن تكون في المتناول بتاتا، حتى البنية الجسدية من حيث المتانة والقوة مش هذا هو اللاعب الذي يمكن أن يقف ند لند في مباريات كبيرة في كرة القدم. لذلك الهزائم متتالية للمنتخب الأندونيسي في هذا الدور، في دور المجموعات،
لا فوز ولا تعادل، 5 هزائم متتالية، سجل 3 أهداف وتلقى 16. تونسيا سجلت هدفين ضد قطر في اندونيسيا. هذه كرة من جديد خطيرة، بونتور يخرج إليها، حارس يبدو أنه دخل في أطوار المباراة، صد ركلة الجزاء، ولكن طريقة التنفيذ كان فيها الكثير من الاستسهال، يعني لعبت للحارس مباشرة. مرت الكرة على علي عبد الوهاب إلى توفيق، توفيق في وسط الميدان، كرة اندونيسية، حذاري من هجمة، حذاري من 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 لحظة موت. بطاقة صفراء في وجه كيكو ميشلس، وكأنه يريد أن يخرج بالبطاقة الحمراء. قبل 5 دقائق عرقلة إسماعيل حسن عبد اللطيف داخل منطقة الجزاء، الآن يتلقى بطاقة صفراء مجانية، يعني وهو ليس على أعلى مستوى من الأداء حتى يزعج وينزعج عموما. كرة التماس لصالح المنتخب البحريني، 30 دقيقة منذ أن بدأ هذا الشوط الأول. مشاهدي الكرام، هدفان للبحرين، لا شيء من الأهداف لمنتخب أندونيسيا في اللقاء 6 لكل منتخب في المجموعة 5 التي أهلت إيران إلى الدور النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2014. البطاقة الثانية بين العناب القطري والأحمر البحرين. 30 دقيقة بالتمام والكمال، كرة بالرأسية وخطأ من حسن عبد اللطيف. إسماعيل عبد اللطيف قد يتلقى بطاقة صفراء، حذاري من البطاقات المجانية، حذاري. من أي سيناريو خاطئ. عموما مباراة إيران وقطر متعادلة إجابة لحد الآن، هدف في كل شبكة. طبعا نتيجة التعادل مؤهلة المنتخب القطري والإيراني سويا مهما كانت أحداث هذا اللقاء. هذه كرة تأتي صافرة حكم المباراة أودري تايلور، أو تايلور بيتر تايلور. هنا سلمان عيسى تقدم، مرر لمحمد علي، كانت فرصة لسلمان عيسى لتسجيل الهدف، الحكم صفر خطأ، وهنا مخطئ حكم اللقاء. حكم اللقاء كان مخطئا في قراره الأخير. عبد الله إسماعيل، مرت 30 دقيقة بحاجة إلى مزيد من الروح منتخب البحرين. وليد محمد يمر إلى سلمان، ضاعت الكرة على سلمان أمام توفيق، عادت أندونيسية، يحاور باشديم، باشديم لوحده، إرفان باشديم، إرفان باشديم، وكرة خطيرة لمنتخب اندونيسيا، التغطية في الوقت المناسب من العائد عبد الله اسماعيل. علي عبد الوهاب، وليد محمد، وليد محمد رفقة محمود عبد الرحمن، لهما يتجه على الناحية اليسرى، توزيعة تمر إلى خارج أرضية الميدان. اسماعيل حسن عبد اللطيف يحدث الرفقاء. بعض الجماهير القليلة الحاضرة في الملعب الوطني بالرفاع. جنوب مدينة عيسى. تناظر وتنتظر ربما سيناريو إعجاز، لكن يمكن هذا السيناريو أن يحدث طالما أن المباراة في متناول المنتخب البحريني. أسهل ما يكون هذه المباراة، ربما أسهل مباراة سيلعبها منتخب البحرين في التصفيات. كرة من سلمان عيسى ممتازة إلى المتقدم محمود عبد الرحمن، لم تخرج، وركلة جزاء ثالثة في المباراة، ركلة جزاء لمحمد علي. الحكم
اللبناني السيد الحداد يشهر أو يعلن عن ركلة جزاء. هنا المرور توسيع الكرة مرت، والله هذه صعبة، هذه فيها القرار صعب نوعا ما. هذه أعتقد ركلة جزاء قاسية، لأنه قدم كانت على الكرة وليس على قدمي محمد علي. لكن عموما السيناريو المطلوب أن يسجل منتخب البحرين، وركلة جزاء ثالثة في هذا الشوط الأول. يبدو قد تكون هذه المباراة تحطم الرقم القياسي في عدد ركلات الجزاء. محمود عبد الرحمن يتقدم إليها، محمود بقوة في الشباك، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. محمود وكأنه يقدم رسالة لحسن، لإسماعيل حسن عبد اللطيف، تسديد بقوة، لعب بأكثر شراسة، عدم الاستسهال، هذا هو المطلوب. إذن منتخب البحرين يمضي الهدف الثالث، ثالث الأهداف لصالح الأحمر البحريني بامتياز، بقوة، هذا هو المطلوب. حتى التسديدات من بعد طبعا ليس مجبرا عليها منتخب البحرين، لكن يعني اللعب بكل الوسائل، بكل وسائل القوة. طالما أن منتخب أندونيسيا يلعب بعشرة لاعبين، مش هذا هو المنتخب الذي يقف أمام منتخب البحرين الذي وصل إلى الملحق في مناسبتين للتأهل لكأس العالم مرتين 2006. كرة أندونيسية خطيرة، خطيرة لأندونيسيا، وسيد جعفر يتدخل وينقذ مرمى من هدف، ينقذ مرمى من هدف، كاد أن يربك صفوف الأحمر البحريني ويقلب الطاولة وينثر الأوراق يمينا وشمالا. ليس بحاجة إلى أهداف وليس بحاجة إلى سيناريو مثل هذا منتخب البحرين. كرة للمنتخب الأندونيسي لميشليس، وكرة إيرفان إلى تمس، سبعة أخطاء من جانب اللاعبي المنتخب البحريني وستة من جانب المنتخب الأندونيسي. مباراة لا يجب أن يتلقى فيها أي لاعب من لاعب المنتخب البحريني أي بطاقة صفراء ولا أن يرتكبوا أخطاء، إلا يعني ربما في الوسط أو في الهجوم، تقريبا في الهجوم هذه المنطقة التي يجب على اللاعب فيها أن يناور ويحاور وربما يحاول استعادة الكرة. بحرينية من جديد، ملعوبة الكرة موزعة من علي عبد الوهاب نحو القائمة الثانية، متابعة تأتي من محمود عبد الرحمن مسجل هدف ثالث إلى سلمان عيسى، وليد محمد، توزيعة من محمود عبد الرحمن عادت إليه، تغطية المنافذ، حاول رفع الكرة سلمان عيسى، تتهيأ في الوسط، والمتابعة من كايايو، يلعب كرة طولية كايايو، هو مهاجم واحد يعني على لاعبي ومدافع المنتخب البحريني ان يتكفل به احدهما، اما عبد الله عبد الرحمن المرزوقي او صالح عبد الحميد، فقط يتكفلوا بالمهاجم الخطير فيرديمان الفريد، هذا هو المهاجم الوحيد الخطير الذي يشكل صعوبه للمنتخب البحريني. عدا ذلك بقيه الاسماء الاندونيسيه جاءت للسياحة في البحرين فقط، ليست هذه الأسماء التي يمكن أن تقف أمام الأحمر البحرين. لحد الآن ربع الشرط محقق، ربع الشرط هو أن البحرين متقدمة بثلاثة أهداف، عليها أن تمضي أربعة أهداف أخرى وبالتالي يكتمل نصف الشرط، ونصف الشرط الثاني تحقق إيران بالتقدم على قطر وهما متعادلتان الآن بهدف في كل شبكة. علي عبد الوهاب، عبد الوهاب لمسة، وصلت الكرة لوليد محمد، وليد محمد في وسط الميدان يطلبها سيد ضياء، نشاهده كثيرا سيد ضياء. الآن التحركات بالجملة، عودة المنتخب الأندونيسي كله إلى الخلف، حاولة التوغل سلمان عيسى، التقاطع مع علي عبد الوهاب، تعود من جديد المنتخب البحريني، عبد الله اسماعيل، سلمان عيسى،
سلمان بيسارية ممتازة، الكرة من سلمان نحو اسماعيل حسن عبد اللطيف مرت عليه، بدأ يرتاح المدرب بيتر تايلور أو أنه قد عطش منذ أن بدأ الشوط الأول وهو يتحدث. الحارس خرج بالكرة، الحارس خرج بالكرة ولعبها خارج منطقة الجزاء، وبالتالي ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب البحريني، فرصة هدف رابع. مدرب والمساعدون غير متفقون بتاتا مع قرارات حكم اللقاء أندري الحداد. لنتابع هنا الخروج. لا 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 لا، هو رمى الكرة، هاي خارج، هي داخل منطقة الجزاء وليست بين يديه، رماها أمامه ثم تقدم بها. إذا ما فيش خطأ، ما فيش خطأ، ما فيش خطأ، لكن حكم المباراة أعلنه. طبعا هذا هو ترتيب المجموعة حاليا بعدما تنفذ هذه الضربة، وكادت أن تخادع الحارس. تنفذ ضربة الحرة، كادت أن تخادع الحارس كونتور بعدما ارتطمت بالدفاع، ما توجهت إلى الركنية، حاولت المرور من محمود عبد الرحمن، ضيع الكرة وعادت لتوفيق ينقلها مباشرة لعبد الله إسماعيل. هدايا، هدايا تأتي من الجميع في هذه الأمسية. كرة من جديد، حاولت سيد ضياء، سيد ضياء يلعب كرة طولية رأسية تهيأ لتسديدة، وفي العارضة من سلمان عيسى، في العارضة سلمان لحد الآن غير محظوظ، لم يتمكن من التسجيل. عارضة تنطق بعدما نطق الحارس والدفاع، العارضة وسلمان عيسى يستفيد من خطأ. نصل إلى الدقيقة الأربعين الآن، هدف رابع أو خامس في الشوط الأول، هذا مريح بالنسبة للمنتخب البحريني مع بداية الشوط الثاني. تسديدة أخرى والدفاع إلى أين؟ دفاع إلى ركنية. هذه الجماهير البحرينية الحاضرة في الملعب الوطني في الرفاع. كرة لعبد الله إسماعيل، عبد الله يتوغل، يمر عبد الله، يلعب كرة ممتازة ورأسية في الشباك، هدف رائع، هدف جميل جدا، هذا فيه من القيمة الجمالية ما فيه. محمود عبد الرحمن يمضي الهدف الرابع بعدما أمضى الهدف الثالث. محمود عبد الرحمن يبصم الهدف الرابع في الدقيقة 41 لصالح المنتخب البحريني. كرة ممتازة جدا، هذه كرة مثالية. طبعا الكرات السابقة كانت من ركلات الجزاء، كرتين من ركلة جزاء وهدف من محمد علي وهدف رابع للمنتخب البحريني. لحد الآن أربعة أهداف، سيناريو ممتاز جدا لصالح المنتخب البحريني. ليس بمعجزة أن يسجل 8 أهداف، لكن وليس بمعجزة كذلك أن تفوز إيران مثلا على منتخب قطر. وهذه كرة ممتازة وخطيرة، خطيرة، فرصة هدف خامس ولكنها ضاعت. إذن منتخب البحرين يبدأ بطبيعة الحال يقلق، لا يقلق منتخب اندونيسيا ولا أنصار منتخب اندونيسيا، ولكن يقلق على الضفة الثانية طاقم التدريب للعنابي القطري، لأنه كلما سجل منتخب البحرين أهدافا هنا وظلت المباراة هناك متعادلة مثلا، هدف واحد من إيران يقلب الموازين، وبالتالي الأمور تبدأ يعني تأخذ مجرى آخر بالنسبة لأذهان اللاعبين مثلا للعنابي القطري. على العكس من هون منتخب البحرين إذا ما وصل إلى الهدف الثامن مثلا أو التاسع سترتاح أذهانهم، هم عليهم ضغط تسجيل كم كبير من الهدف، لذلك سنشاهد الكثير من الكرات الضائعة من بينها الكرة السابقة. لكن لحد الآن نجحوا في تسجيل 4 أهداف، ركنيتان فقط لصالح منتخب البحرين، ركنية واحدة لأندونيسيا. نصل إلى دقيقة 44 من هذا الشوط الأول، قد ينهي الشوط الأول بهدف خامس، نصف الأهداف لحد الآن، نصف الأهداف المطلوبة جانب المنتخب البحريني. الآن نبدأ نسجل
هذه كرة من جديد لمحمود عبد الرحمن، يوزعها ورأسية تخطئ المرمى، رأسية تخطئ المرمى من محمد علي، كاد بالإمكان أن يمضي الهدف الخامس لصالح الأحمر البحريني، ولكن رأسية إلى خارج أرضية الميدان. عموما البحرين الآن مسجل انتصار ثاني، انتصارين حاليا ترفع رصيدها من الأهداف إلى 7. حاليا البحرين سجلت 7 أهداف وتلقت 7، يعني لديها 0 من الأهداف المتلقات والأهداف المسجلة. الآن فقط البحرين بالهدف الرابع تكون قد يعني جعلت رصيدها متوازنة. الآن عليها أن تبحث عن أسهم أخرى في بورصة الأهداف. أسهم الأخرى في بورصة الأهداف هي 4 أهداف أخرى. كرة من جديد، الشوط الأول وكرة هدف آخر لمنتخب البحريني، تسديدة تمر من الدفاع، يتابع مشليس وراية التسلل ربما مرفوعة، خطأ من محمد علي. آخر 30 ثانية من الدقيقة 45. مهمة المنتخب في الشوط الأول تسجيل ومعادلة العجز التهديفي في ميزانيته، كان لديه نقص 4، سجل 4 أهداف. الآن الميزانية متكافئة، ميزانية يعني 0 من النصيب، 0 من الدنانير والريالات. دقيقتان والوقت البديل، هل هو الهدف الخامس للمنتخب البحريني في الوقت البديل؟ طبعا هدف خامس لن يكون في سباق ضد الزمن بالشكل الكبير منتخب البحريني في الشوط الثاني. هذه كرة لسلمان عيسى، يمر سلمان، يوزع سلمان لسيد ضياء، لكن يسارية سيد ضياء إلى خارج أرضية الميدان. كرة كانت من أجل تسجيل هدف خامس ولكن ضاعت. هنا سلمان عيسى يقوم بدور كبير جدا، وضف كامل خبرته، هنا تسرع، يعني كان بالإمكان بسهولة أن يروض كرته سيد ضياء ويروضها ويمر بها إلى الشباك لوحده من دون ضغط. عادت من جديد محاولات المنتخب الأندونيسي، لكن بشكل رائع علي عبد الوهاب، علي عبد الوهاب سيد ضياء، زيادة الرتم يجب استغلال وقت البدل ضايع، وتسجيل هدف خامس. أندونيسيا غائبة، أندونيسيا بقيت في أندونيسيا ولم تحضر، ويخرج كونتور للكرة بسهولة ليلتقطها. يبدو أن هذا الشوط الأول سينتهي بهذه الرباعية النظيفة لصالح الأحمر البحريني. سيناريو رائع لحد الآن يحدث للأحمر البحريني، وكل الظروف مواتية للمنتخب البحريني لكسب الشرط الأول في التأهل للدور النهائي. عبد الله إسماعيل، كرة من علي محمد وضاعت، أو من محمد علي، نعم إسماعيل، حسن عبد اللطيف، عبد الله إسماعيل، ربما البحث عن أخطاء. وقت البديل يشرف على النهاية، كرة من المدافع صالح عبد الحميد إلى سلمان عيسى، وليد محمد يتقدم، توزيعها على رأس من، هذه سهلة لحارس المرمى، سهلة للدفاع، بعيدة عن سيد ضياء، سهلة لمشليس، وتأتي صافرة حكم المباراة أندري الحداد بنهاية هذا الشوط الأول برباعية نظيفة لمنتخب البحريني، ولا شيء من الهدف للمنتخب الأندونيسي في هذه المباراة التي يحتاج فيها المنتخب البحريني على الأقل تسجيل 7 أهداف أو 8، وانتظار سيناريو إيران وقطر في إيران. مشاهدي الكرام، كما سجل 4 أهداف منتخب البحرين، ضيع 4 أهداف حقيقية وضيع من خلالها ركلة جزاء، على أمل أن يدك شباك المنتخب الأندونيسي بمزيد من الأهداف تصل إلى حتى 10 كما أتوقعه في هذه الأمسية. إذن مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بداية الشوط الثاني من مباراة البحرين وأندونيسيا في الملعب الوطني في الرفاع. المباراة التي انتهى شوطها الأول برباعية نظيفة خالصة تماما للأحمر البحريني بامتياز، سيناريو ولا أحسن، سيناريو ولا أروع يبدأ به المنتخب البحريني هذه المباراة الأخيرة له في هذا الدور، دور المجموعات قبل الدور النهائي إن تأهل إليه، على شرط أن يدك شباك المنتخب الأندونيسي ب4 أهداف أخرى، وعلى شرط أن تفوز إيران على قطر بأية
نتيجة. سيناريو جميل بدأ به منتخب البحرين شوطه الأول بتلقي الحارس سمسيدار بطاقة حمراء ويغادر حارس مرمى منتخب اندونيسيا. كرة هدف آخر في اللقاء ولكن يخرج الحارس الثاني غونتور. سيناريو جميل في الشوط الأول أن خرج سمسيدار ببطاقة حمراء بعدما عرقل المهاجم الفت إسماعيل حسن عبد اللطيف داخل منطقة الجزاء وكان آخر لعب بينما إسماعيل كان متوجها للشباك فأشهر بطاقة حمراء في وجه حكم اللقاء الحداد الحكم اللبناني. وبالتالي طبعا أصبح يلعب منذ الدقيقة الثالثة أو الثانية من الشوط الأول منتخب أندونيسيا بعشرة لاعبين وبعد ذلك فتح المجال على مصراعيه للتفنن في تسجيل الأهداف الأربعة والتفنن كذلك في إضاعة أهداف أخرى من جانب الأحمر البحريني ولكنه قادر على أن يمضي مزيدا من الأهداف لو يركز أكثر لو يلعب بطريقة جماعية أكثر لو تكون الكرات دقيقة أكثر على الرؤوس أو على الأرجل وأن يكون صارما وشرسا في تكثيف هجماته وأن يستبق الزمن بثمان أهداف وأن لا يضع في باله وذهنه تسجيل ثمان أهداف لأنه أن تضع سقف من الأهداف في بالك لن تسجل السقف وإنما تسجل أقل عدد من الأهداف ولكن لو يضع في باله أنه يفوز بعشرة باثناعشر هدف بأكبر نتيجة ممكنة جميل جدا للمنتخب البحريني أن يفعل ذلك ولو أنه يكون فوز معنوي إذا لم تتفوق إيران على قطر التي بحاجة إلى نقطة تعادل واحدة نقطة واحدة من مباراتها أمام إيران لكي تضمن التأهل بشكل نهائي مهما حدث في هذا اللقاء حتى لو سجل الأحمر البحريني 50 هدفا. لماذا؟ لأن إيران في الصدارة ب 11 نقطة، قطر في المركز الثاني بتسع نقاط، والبحرين بست نقاط في المركز الثالث، وأندونيسيا من دون ولا نقطة في المركز الأخير. هذه رأسية ضائعة ولكن من التسلل. هذا هو اللاعب محمد علي يضيع لكنه كان متسللا. محمود عبد الرحمن يرفع الكرة وإسماعيل حسن عبد اللطيف هو الذي ضيع عفوا. قطر بحاجة إلى نقطة واحدة، العنابي القطري متعادل في شوطه الأول أمام إيران بهدف في كل شبكة. نقطة التعادل تؤهل قطر، فوز قطر تؤهل طبعا يؤهل فوز إيران على قطر له الكثير من التفاصيل والإحداثيات. إذا ما بقيت هذه المباراة بهذه النتيجة حتى لو خسرت قطر بهدف ستتأهل، بهدفين ستتأهل، بثلاثة ستتأهل، بأربعة ستتأهل، بخمسة ستتأهل كذلك، لكن أكثر من ذلك لا. لكن أن تخسر قطر مثلا بخمسة أهداف نظيفة هذا السيناريو لن يكون في الحسبان بتاتا يعني. منتظر مثلا أن تبقى نتيجة متعادلة، أن تفوز مثلا في مباراة مثيرة وملتهبة بين الجانبين، حضور جماهيري غفير هناك في إيران. طبعا الأعين هنا على هذا اللقاء، الأذان على المباراة السابقة أكيد بأنه لاعبو المنتخب البحريني تطلعوا وعارفوا نتيجة الشوط الأول في مباراة إيران وقطر والتعادل هدف في كل شبكة، يعني نتيجة قد تريحهم نوعا ما، يعني طالما أن منتخب قطر ليس متأهلا وطالما أنه في كل شبكة هناك هدف طبعا تريح من الناحية النفسية نوعا ما. ولو أنه لو كانوا قد سمعوا بأن إيران متفوقة بهدف نظيف كان أفضل خبر يسمعونه. لكن عموما ما سيأتي في غضون الشوط الثاني في هذا اللقاء واللقاء المقبل واللقاء الجاري في هذه اللحظات هناك في إيران هو المثير في هذه الأثناء. كرة من جديد لصالح منتخب البحرين، مرور والتسديدة والتوزيعة وغونتور الحارس الأندونيسي يتدخل. هذا جانب من الجماهير البحرينية عفوا حاضرة في الملعب الوطني تتابع وتناظر وهي الجماهير الوفية. سلمان عيسى كرة المنتخب البحريني، سلمان يلعبها، ليس هناك تسلل بتاتا من سيد ضياء الذي لم يتمكن من ترويض الكرة، خرج وراء دار المدافعين سيد ضياء لكن لم يتمكن من الكرة الأخيرة. لدينا الأسماء التالية طبعا لمن يصل بنا للتو لمن يتابع المباراة، سيد محمد جعفر حارس المرمى البحريني، وليد محمد رقم 2، عبد الله عبد الرحمن المرزوقي رقم 3، سلمان عيسى رقم 14، صالح عبد الحميد رقم 5، سيد ضياء رقم 4، محمود عبد الرحمن الذي سجل هدفين في الشوط الأول رقم 13 أو الملقب برينجو، علي عبد الوهاب رقم 7، محمد علي رقم 10، وعبد الله اسماعيل رقم 15، والمهاجم الفتي اسماعيل
حسن عبد اللطيف الذي بكر بالتسجيل وسجل هدف الأول من ركلة الجزاء رقم 11. سجل ركلة جزاء وضيع واحدة إسماعيل حسن عبد اللطيف، في حين أن محمود عبد الرحمن تكفل بتسجيل ركلة جزاء وهدف بالرأس جميل، ومحمد علي أمضى الهدف الثاني للمنتخب المحلي. إصابة أحد اللاعبين الأندونيسيين، نستغل هذا الوقت لنتلو عليكم أسماء الأندونيسية الحاضرة في اللقاء بعدما خرج سانسيدار بالبطاقة الحمراء. جونتور رقم 12، أرديليس رقم 14، كايايو رقم 13، ميشليس رقم 15، عبد الرحمن رقم 22 القائد، فيرديمان ألفريد رقم 17 المهاجم الوحيد، توفيق رقم 8، أديتيا ديوا رقم 11، ريندي سابوترا رقم 6، سلاميت رقم 19 خرج وترك مكانه للحارس الثاني جونتور، و إيرفان باشديم رقم 10. هنا المدرب الإنجليزي بيتر تايلور 59 سنة مدرب الحالي للمنتخب البحريني، في ملاقاة المدرب الأندونيسي أي جي سانتوزو 41 سنة الذي سبق له أن درب منتخب أندونيسيا لأقل من 23 سنة، يستعين بلعب بعض من الشباب، بعض من لاعبي المنتخب الأولمبي. كرة تعود بكل روح رياضية للمنتخب البحريني. الآن مرت 6 دقائق، سباق ضد الزمن، هل يسجل منتخب البحرين 8 أهداف؟ أنا أقول بالإمكان أن يفعل ذلك. كرة موزعة وفرصة هدف، والكرة تضيع، الكرة تضيع، رأسية أعتقد من سيد ضياء، متابعة من إسماعيل حسن عبد اللطيف مكان ليتوجه إليه لأنه كان متسلل لحظة ضرب الكرة بالرأس. إسماعيل حسن عبد اللطيف ضاعت الفرصة. هذا هو الحارس جونتور، كان هناك تسلل لكنه نفذ ركلة مرمى أعتقد. تعود للمنتخب البحريني، سلمان عيسى من محمد علي، وكرة ممتازة بحرينية لكن تضيع برعونة، تضيع برعونة كبيرة، لمسة والصناعة كانت من محمد علي. لعب الكرة لمحمد محمود عبد الرحمن، وزع أرضية سهلة لمحمد لكن ضيع هذا الأخ. تبقى النتيجة 4 أهداف نظيفة لحد الآن. المنتخب البحريني الذي سبق له أن شارك في أمم آسيا 4 مرات ولم يشارك بتاتا في نهائيات كاس العالم، وكان على مقربة من فعل ذلك، وكان قاب قوسين إنجاز تاريخي بالنسبة للكرة البحرينية أن يصل إلى الملحق، لعبه أمام ترينيداد وتوباغو سنة 2006. سلمان عيسى كرة ممتازة من سلمان لكن يخرج إليها جونتور، كانت بعيدة نوعا ما عن إسماعيل حسن عبد اللطيف، مشاركة في أول مرة في أمم آسيا سنة 88، حقق المركز الرابع كأفضل إنجاز له. آي 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 آي. ركلة حرة غير مباشرة، حارس يبدو أنه يتعلم، حتى قوانين اللعبة لا يعرفها. 6 ثواني تخطاها الحارس جونتور والكرة بين يديه، تخطى الوقت اللازم، يعني يجب أن يلعب الكرة. أخطأ في الشوط الأول وأنا أعتقد بأنه لم يكن مخطئا لما رمى بالكرة خارج منطقة الجزاء، تقدر بأن الحارس خرج بالكرة، لكن هذه المرة جونتور يرتكب المحظور مرة أخرى. ركلة حرة غير مباشرة لصالح المنتخب البحريني داخل منطقة الجزاء وعند الحدود أعتقد. فرصة تسجيل هدف 5، أخطاء وهدايا بالجملة داخل منطقة الجزاء. ركلة حرة غير مباشرة، تسديدة قوية والدفاع يخرج إليها، عادت لإسماعيل، يمر بها إسماعيل من الأول ومن الثاني، كان عليه التمرير لتعود كرة للمنتخب الأندونيسي. هجمة مرتدة سريعة لإرفان وللخطير ألفريد، ألفريد يمر يحافظ على الكرة، يلعبها ذكية لكن تسديدة إلى خارج أرضية الميدان، والحارس يتابعها قبل أن تخرج. عموما والانطلاقة بسرعة الآن، الانطلاقة من سيد ضياء، كرة بحرينية، سلمان عيسى يطلب الكرة لكن عرضية تلعب نحو محمود عبد الرحمن، يتهيأ للتسديد محمود
دفاع يتدخل لتعود أندونيسيا. أعتقد استعجال في التصويب غير مطلوب في هذه اللحظات. حفاظ على الكرة، اللعب بالكرة في الأقدام هو يعني أفضل حل بالنسبة للمنتخب البحريني لحد الآن، طالما أنه لازال هناك وقت. تصويب والتسديد طبعا ربما تفكير في أنه الحارس ضعيف جدا. سلمان يامور، سلمان يلعب كرة ممتازة تبقى لصالح المنتخب البحريني، فرصة هدف خامس. لا، مبالغة في المراوغة أحيانا من اللاعبين. أنا قلت يجب أن يكون تشيريز شراسة داخل منطقة الجزاء، سدد نحو المرمى، سدد نحو المرمى، لا تنتظر. أوكي، البحث عن الحل الأنجع والحل الأنسب لتسجيل هدف، لكن لا يجب أن يمر 10 لاعبين نحو الشباك. هاي كرة من جديد، والتسديد إلى خارج أرضية الميدان. هذه الشراسة ربما تعليمات من المدرب الإنجليزي، نعرف العقلية الإنجليزية، التسديدات والكرات العرضية. ربما جاءت التعليمات على هذا المنوال. تسديد نحو المرمى. تمر دقائق، منتخب البحرين لم يفتتح باب التسجيل في الشوط الثاني. تبقى 4 أهداف هي النتيجة المخيمة لحد الآن. هذه كرة من جديد عرضية تتهيأ لسلمان بالرأس من محمود عبد الرحمن. محمود عبد الرحمن وزع الكرة، يجب أن يذهب الجميع إليها. محمود من جديد من سلمان. محمود والتوسيع، نفس المدافع يتدخل. كايو عادة أندونيسية، يعني وكأنه يبدو أفضل في هذا الشوط الثاني. المنتخب الأندونيسي، تغطية من عبد الله إسماعيل، يعيد الكرة إلى سيد جعفر. لا يجب أن تلعبها هوائية، معلش، لكن عادت إلى الدفاعات الأندونيسية بسرعة بحرينية. استعادها في وسط الميدان صالح عبد الحميد، انتقل محمود عبد الرحمن للناحية اليسرى، هيئة لسلمان عيسى، يحاول أن يطوق جميع المناطق المنتخب الأندونيسي، لكن هيهات أن يفعل ذلك. سقط، طلب ببطاقة صفراء. محمد علي أو إسماعيل حسن عبد اللطيف. سلمان يفكر في التوزيع، يلعب الكرة إلى وليد محمد، يلعبها أرضية، دفاع تدخل. ما هي الحلول يا تايلور؟ هذه المباراة السهلة، سهلة المتناول، وكرة يبعدها الحارس، تسديدة رائعة من محمد علي. مباراة سهلة، يجب أن يكون دقيقا. المنتخب البحريني، علي عبد الوهاب، عبد الله إسماعيل، علي عبد الوهاب من جديد يمرر الكرة عرضية، وصلت لوليد محمد. وليد يتقدم لسلمان عيسى، سلمان ممتاز إلى وليد، وليد يلحق بالكرة يوزعها، الدفاع يتدخل إلى ركنية. دفاع إلى ركنية يستبسل المنتخب الأندونيسي في هذا الشوط الثاني، لا يريد أكبر نتيجة. أندونيسيا تلقت من إيران 3 أهداف في إيران فقط، في حين منتخب بحرين تلقى 6 أهداف، غريب. لو أن آنذاك كانت بداية التصفيات، وقدم منتخب أندونيسيا مباراة جيدة أمام إيران، أكبر نتيجة تلقاها من منتخب قطر ب4 أهداف نظيفة. تغيير من جانب المنتخب الأندونيسي، مشكلة حتى في اللباس من جانب المنتخب الأندونيسي. كرة ومرور ممتاز لإسماعيل عبد اللطيف، وهدف، هدف خامس. نعم، هدف خامس للمنتخب البحريني. ممتاز منتخب البحرين. حتى الإعلام السعودية حاضرة في مدرجات الملعب اليوم، تشجع وتناصر المنتخب البحريني، يمضي الهدف الخامس. 5 أهداف نظيفة للأحمر البحريني بامتياز. الحارس ما عنده ما يعمل، كونتور ليس لديه ما يفعله، في حين أنه هذا هو الهدف الثاني لمحمد علي. محمد علي يبصم على الهدف الخامس لمنتخب
البحرين. مرور ممتاز، خطأ فادح في الدفاع، أخطأ بالجملة. يلعب بعشرة لاعبين منذ دقيقة ثانية، يعني بدأ المباراة بعشرة لاعبين، بل دعوني أقول بدأ اللقاء بلاعب واحد وبحارس منتخب أندونيسيا، لاعب الوحيد الذي ظهر وألفريد، والبقية كلهم أشباح. كل مرة يظهر خطأ من لاعب، عبد الله إسماعيل يزيد من السرعة، يمر من الأول ومن الثاني. التماس الشوط الثاني يبدأ الآن، يبكر فيه بالتسجيل المنتخب البحريني، يمضي الهدف الخامس. خمسة أهداف نظيفة، هذه أثقل نتيجة يتلقاها المنتخب الأندونيسي في هذا الدور، في دور المجموعات، في هذه المجموعة الخامسة. أندونيسيا بدورها شاركت في كأس أمم آسيا أربع مرات، وخرجت من الدور الأول في مشاركاتها الأربعة. أولها كانت سنة 96، ثانيها سنة 2000، ثالثها 2004، ورابعها والأخيرة سنة 2007. عادت لسلمان، سلمان، وكرة ضاعت على محمود عبد الرحمن. أكبر خسارة من جانب المنتخب الأندونيسي في مشواره كانت من المنتخب الدنماركي، حينما دك شباكه ومنتخب الدنمارك بتسعة أهداف. لكن أكبر فوز لمنتخب أندونيسيا كان على منتخب الفلبين باثني عشر هدفا. هذه كرة من جديد ومحاولة بحرينية تتهيأ في الوسط، ملعوبة لمحمود عبد الرحمن، مقروءة من الدفاع، عادت للعملاق المرزوقي، ولكن المتابعة إلى تماس، تابع من وليد محمد إلى تماس. هذا هو المدرب سانتوزو، أخطاء في التمرير، في المراقبة، في المتابعة. هذه كرة وهدف سادس، هدف سادس، نعم هدف سادس للبحرين. الأحمر البحريني يبصم على الهدف السادس في هذه الأثناء. بدأ الانهيار، انهيار البيت الأندونيسي. أندونيسيا تنهار تحت زلزال الأحمر البحريني. أندونيسيا الشهيرة في العالم ب يعني الزلازل القوية التي تضربها والكثيرة. هذه المرة سيد ضياء هو الذي يبصم على الهدف السادس للأحمر البحريني بامتياز. أفضل سيناريو، هذا هو الشرط المهم، هذا هو المهم بالنسبة للمنتخب البحريني. الآن للبحرين زائد هدفين، في الرصيد ريالين، في الرصيد ريالين الآن، وبحاجة إلى مزيد، بحاجة إلى مزيد المنتخب البحريني. إذا يعوض، لكن أكثر من التعادلات منتخب البحرين، ولو فاز على ملعبه أمام إيران أو أمام قطر لكان أفضل حالا. هذه كرة من جديد وكادت أن تخادع الحارس. كونتور تبعها باليد، والله إذا كان هذا هو حارس مرمى، يعني الثاني بعد الحارس الأساسي في أندونيسيا، من يلعب كرة القدم في أندونيسيا؟ إذا عادة بحرينية، الانطلاقة من المرزوقي، يريد المرور المدافع، كان بالإمكان أن يمر، بحث عن هدف سابع ثم ثامن ثم خلص، ثم سقف آخر من الأهداف. كرة من جديد بحرينية، محاولة المرور، دفاع يرتبك، يتدخل في مناسبتين، تعود أندونيسية. الكرات الهوائية طبعا تفطن تايلور بقصر قامة اللاعبين الأندونيسيين، الكرات الهوائية أعتقد ولا كرة في الهواء تمكن منها منتخب أندونيسيا. إذن نحن بانتظار الهدف السابع والثامن، الهدف السابع والثامن عفوا، وحتى التاسع، لأنه منتخب قطر لديه زائد خمسة أهداف كي يتعادل في الأهداف، ولكن التعادل في النقاط هذا طبعا منتظر مترقب من جانب المنتخب الإيراني. أقول ثمان أهداف، هذه كرة خطيرة وراية التسلل، هدف أبيض، يلغي الحكم اللقاء على ألفريد، خطأ في المراقبة نوعا ما لكنه كان متسلل. هذا سانتوزو مدرب غير راضي على قرار الحكم اللبناني، شوف لا يرضى على الحكم، ولكن هل يرضى على هذه الأخطاء في دفاعات المنتخب؟ هذه كرة بحرينية من جديد، مرفوعة، والمتابعة، والدفاع
يواصل الارتباك، وسلمان عيسى يستعيد الكرة ويمر ويوزع عند القائمة الثاني، ورصية في الشباك. هدف سابع، هدف سابع سباعية للبحرين الأحمر. البحريني 7 أهداف. غنوا وارقصوا، كل شيء حاضر. هذه كرة القدم، 7 أهداف كاملة. البحرين ستسجل هدف في التاريخ، ستقترب من تسجيل التاريخ البحرين في تاريخ أندونيسيا. سلمان عيسى رائع، ممتاز جدا بهذه الكرة، قلب الدفاع للنادي العربي، لنادي الأحلام قطري سابقا. سلمان عيسى يرفع كرة ممتازة جدا على رأس الهداف محمد علي، إذا هو الذي يصبح هدافا بتسجيل 3 أهداف. سيد ضياء هدف، محمود عبد الرحمن 3، وإسماعيل حسن عبد اللطيف الهداف، هدف المنتخب، سجل هدف. هكذا 3 أهداف، 3 أهداف. 10 لاعبين من المحال أن يصمد، من المحال ومن المستحيل أن يصمد للمنتخب الأندونيسي. 7 أهداف ونحن في نصف الشوط الثاني فقط. الآن هدف ثامن، وقلت أن لا يحدد سقف من الأهداف المنتخب البحريني، عليه أن كلما منحت له الفرصة أن يسجل أهدافا فليسجل، وليفعل ذلك أمام منتخب منهار. أكبر فوز لمنتخب البحريني 5 أهداف على تركمانستان، على بنما وكيرغيزستان. اليوم يسجل أكبر انتصار له منتخب البحرين لحد الآن، 7 أهداف نظيفة. كرة من جديد أندونيسية، يحاول الخروج، يعني مش خاسر أي شيء لو يلعب إلى الأمام، لكن سيترك يعني في الخلف مساحات للاعبي المنتخب البحري. هذا هو إرفان باشديب، بينما تايلور يتابع. لن نتحول إلى نتيجة إيران وقطر إلا إذا سجل الهدف الثامن، لأن الهدف الثامن من البحرين مقارنة مع هدف من إيران، البحرين متأهل، البحرين متأهل. هاي كرة لمحمود عبد الرحمن، محمود عبد الرحمن تسديدة وإلى ركن. هدف على مقربة من هدف فقط، نحن البحرين على مقربة من هدف. هؤلاء هم الأوفياء. سلمان عيسى على تنفيذ ركلة الزاوية عند القائمة الأول، متابعة من الدفاعات الأندونيسية، تعود لسلمان. سلمان بخبرة السنوات باليسارية، سلمان يريد المرور، بحاجة لمن يسنده. سلمان يمر، يتمكن من المرور ويسدد، والكرة إلى ركنية أخرى، ركنية لسلمان عيسى من جديد. نلعب منتصف الشوط الثاني. سلمان عيسى يرفع ركلة الزاوية بعيدة، ومجلس يتدخل بالرأس إلى ركنية أخرى، ركنية أخرى لسيد ضياء. بصم على هدف، الهدف الأول في هذا الشوط الثاني. سيد ضياء كرة طويلة نوعا ما وبعيدة، بالرأس إلى ركنية أخرى. ماذا يقول حكم اللقاء؟ يقول ركلة مرمى. الحداد يشير إلى ركلة مرمى للحارس كونتور. توج بدورة الألعاب الخليجية سنة 2011 ودورة الألعاب العربية بالدوحة لكرة القدم. محمود عبد الرحمن، كرة تتحول أندونيسية، حذاري من أي سيناريو خاطف، لكن عودة سلمان بخبرة السنوات، يعود إلى المساندة في كل مكان. سلمان وراء المهاجمين، وراء مع المدافعين، مع لاعبي وسط الميدان، حاول التسجيل فلم يسجل، ربما هو الذي سيبصم على الهدف الثامن أو التاسع أو العاشر. أنا أنتظر 10 أهداف في هذا اللقاء كما توقعت ذات ليلة أمام لصالح سانتوس البرازيلي. اليوم الأحمر البحريني ب7 أهداف لحد الآن. هذه كرة من جديد، حذاري يا سيد جعفر، عود إلى شباكك. هذه كرة أندونيسية ولكن تعود بعودة لاعب منتخب البحريني للبحرين. عادت من علي عبد الوهاب، هذه الانطلاقة، هاي الهجمات التي أصبح ينفذها بامتياز منتخب البحريني. تسديدة، أوه هدف رائع، هدف ممتاز،
تسديدة قوية وفي الشباك، هدف ثامن للمنتخب البحريني. البحرين 8 أهداف كاملة الآن. الآن وفقت منتخب البحرين، حقق الشرط، حقق الشرط زواجه من الدور الثاني، يعني شرط المهر، حقق المهر 8 أهداف يقترب من الدور المقبل على مقربة، ليس من هدف يسجله هو. تسديدة قوية من إسماعيل حسن عبد اللطيف الذي يبصم على الهدف الثاني له في المباراة. إذن السيناريو الآن هدفان لإيران وهدف لقطر، هكذا أعتقد بهذه النتيجة البحرين هي المتاهلة. إذا احتسبنا أن البحرين سجلت 8 أهداف الآن، يعني لديها سجلت 11 هدفا وتلقت 7، بمعنى أن لديها الحين زائد 4 أهداف. قطر سجلت 9 وتلقت 5، لديها زائد 4 أهداف. يتساوى المنتخب القطري والمنتخب البحريني في النقاط وفي الأهداف، في النقاط وفي الأهداف عموما. المنتخب البحريني بإمكانه أن ينهي المباراة بمزيد من الأهداف، هل هناك طرد للمدرب بيتر؟ على ماذا يحتج؟ هذا هو السؤال المطروح. هناك احتجاجات. هدف من جانب المنتخب البحريني ينهي الأمور يعني بشكل نهائي. المعجزة يمكن أن تحدث ما دامت إيران متقدمة على قطر بهدفين مقابل هدف، وها هنا المباراة لصالح البحرين ب8 أهداف كاملة نظيفة. كرة من جديد، محاولات بحرينية، هدف آخر يأتي للمنتخب البحريني. لا أدري هل يسمع الأنصار ما يحدث في إيران الآن، وهل يسمع اللاعبون ما يحدث في هذه المباراة. تسديدة باتجاه الحارس، عشرون دقيقة ملتهبة بين إيران وقطر، وليست بين البحرين وأندونيسيا، لأنه الأمور تبدو هنا قد انتهت لصالح البحرين. البحرين تنتظر أهدافا أخرى، هدف آخر سيقلق ويزعج المنتخب القطري. أصبح في ورطة الآن العنابي القطري طالما هو متأخر بهدفين مقابل هدف. بحرين تتمكن من صناعة المعجزة التي لم يكن ينتظرها أحد، أن تسجل 8 أهداف كاملة أمام منتخب من دون روح.
تبدو الأمور في متناول المنتخب البحريني لحد الآن. يتساوى منتخب قطر مع المنتخب البحريني. في عدد النقاط 9 نقاط لكل منتخب ويتساوون يتساويان في عدد الأهداف، الفارق بين المسجل والمتلقى، بالتالي لكن أصبحت البحرين أكثر تسجيلا في الأهداف عندما نظرنا إلى القاعدة الثانية. المباريات بينهما متعادلة ذهبا وإيابا، إذن البحرين هكذا أعتقد هي المتأهلة. البحرين بهذه النتيجة هي المتأهلة وليس المتعادلة. المتأهلة للدور المقبل ليس متسللا. كرة هدف آخر للمنتخب البحريني عادت من عبد الوهاب، لمسة ممتازة. محاولات بحرينية لحد الآن لمزيد من الأهداف، سيناريو المنتظر والمترقب، لكن أكثر استبسال أكثر جرأة. أعتقد الآن بحرين هي بدل قطر في المركز الثاني، هي التي تكسب التأهل. شوف منافسة على التأشيرة الثانية تبدأ الآن، تبدأ الآن في هذه الدقائق. بحرين تحقق المعجزة، الشرطان قد اكتمل لحد الآن، ولكن السباق ضد الزمن، سباق ضد الزمن من جانب المنتخب البحريني أن تنتهي مباراته بأكبر عدد من الأهداف. سجل 8، يمكن أن يسجل المزيد طبعا على ألا يتلقى أي هدف من المنتخب الأندونيسي، أن يباشر ويواصل مسيرة. هو الآن حقق 8 ولكن لا يجب أن يتوقف عند 8 أهداف ويترك الفرصة في التسلل. نعم، ويترك الفرصة للمنتخب الأندونيسي. 77 دقيقة في أطوار المباراة، المباراتان أصبحتا مجنونتين. أعتقد بهذا السيناريو المنتخب البحريني متأهل، بهذا السيناريو الحالي بالذات منتخب البحريني متأهل. واضح التسلل من محمد علي، عودة من جديد صالح المنتخب البحريني، كرة من محمد علي ورأسية والحارس يتدخل، رأسية كادت أن تكون في الشباك. غونتور يتألق، أنقذ ما يمكن إنقاذه، يعني يأخذ من الوحل، من وحل الطين ما يمكن أن يأخذ الوحل الذي يغرق منتخب بلدي. لازالت الأخطاء الأندونيسية في الدفاع، لكن يجب أن يعود إلى الخلف المنتخب البحريني. بإمكانه أن يقتل المباراة ب10 أهداف، بإمكانه أن يسجل 10 أهداف كاملة. 8 أهداف بحرينية لحد الآن، سجل 4 في الشوط الأول و4 في الشوط الثاني، لديه زائد 4. ممتاز لحد الآن المنتخب البحريني، لاعب المنتخب البحريني يحققون المعجزة لحد الآن. هذه المعجزة التي تحققت أمام السعودية في المباراة، يعني الفاصلة بين البحرين والسعودية للتأهل إلى لعب الملحق لملاقاة نيوزيلندا في طبعا التأهيليات كأس العالم 2010. وإسماعيل حسن عبد اللطيف هو الذي بصم على الهدف الثاني، هدف التعادل، هدف التأهل إلى الملحق، لكن بحرين ضيعت أمام نيوزيلندا الفرصة التاريخية الثانية لها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في مشوارها. هذا والهداف محمود عبد الرحمن يلعب كرة وتوزيعة وتمر، يلحق إليها اللاعب الفت حسن إسماعيل عبد اللطيف إلى سيد ضياء، يفكر في التسديد وكرة تمر من الجميع. بدأ يستصغر الأمور. هو طبعا يكفي هدف آخر، هو فعل الأهم والمهم، لكن هدف آخر أكثر راحة أكثر ارتياح، يعني تخاف من سيناريوهات مستقبلية. خطأ فادح يعني مثلا من الدفاع ومن الحارس، هجمة واحدة لمنتخب أندونيسيا قد تلغي الأمور، قد تبكي من في الملعب. لا يجب أن يحدث، يجب أن يسجل. لا أفكر في هذا السقف. بقي على نهاية المباراة 10 دقائق، 10 دقائق لحد الآن. 8 أهداف لمنتخب البحرين، هدفان لإيران، هدف لقطر. أعتقد في مباراة باردة تماما من دون جمهور،
هذه الليلة تصبح ليلة البحرينيين في ملعب مدرجات فارغة. أعتقد الجماهير التي لم تحضر إلى الملعب ستندم إذا ما كسبت تأهل المنتخب البحريني هنا، ستندم على أنها لم تكن وفية في وقت صعب للمنتخب البحريني. يجب لما نقول مناصر أن تكون وفيا في السراء والضراء. سلمان ممتاز، سلمان رائع لحد الآن. محمود عبد الرحمن يحافظ على الكرة إلى سلمان، الحكم ترك الأفضلية للمنتخب البحريني، يدير المباراة على الأقل بشكل رائع لحد الآن، وكرة ممتازة وهدف، هدف 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 هدف، نعم. أوه. هدف تاسع للأحمر البحريني، هدف ممتاز من إسماعيل حسن عبد اللطيف. 9 أهداف كاملة للبحرين الآن، يبصم على الهدف الثالث له إسماعيل حسن عبد اللطيف، كما فعل ذلك محمد علي ومحمود عبد الرحمن. 3 لاعبين أمضوا 9 أهداف كاملة، وسيد ضياء والذي بصم على الهدف التاسع. إذن إسماعيل، ليس إسماعيل حسن عبد اللطيف، كرة ممتازة ملعوبة بذكاء من تركها تمر لسيد ضياء. سيد ضياء والذي يمضي الهدف الثاني له في المباراة. 9 أهداف للبحرين، لا شيء من الأهداف لأندونيسيا. هذا السيناريو بحق وحقيقة مؤهل للبحرين إلى الدور المقبل، إلى الدور النهائي من التأهيليات. هذه كرة من جديد بحرينية، نقول 10 أهداف أو 12. السيناريو الأول 10 أهداف، العاشر قادم. هذه كرة للمنتخب البحريني، طبعا نذكر بسيناريو الشوط الأول بعد هذه الكرة والمحاولة، مرور وربما بطاقة صفراء، لا، الحكم يقول ركلة جزاء، مرور وبطاقة، بطاقات لم تظهر لكن ركلة جزاء يقول حكم المباراة لمنتخب البحرين. إيران وقطر الدقيقة 80 الآن، هدفان لإيران هدف لقطر. البحرين أندونيسيا الدقيقة 81 ركلة جزاء، لا 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 لا، أنا قلت بطاقة صفراء، نعم وكنت محقا، تمثيل لكن لم تنطوي الحكاية. والله صعب، والله صعب، قدم المدافع في احتكاك بسيط مع علي عبد الوهاب، لكن عموما ركلة جزاء لن تغير في الأمر شيئا، يعني لأنه سجل 9 أهداف المنتخب البحريني، 10 الأهداف بأقدام محمد علي، بداية بركلة جزاء وها هنا الهدف العاشر، وربما بركلة جزاء بقوة من محمد علي، محمد علي يضيع ويعود إلى الكرة والحارس يتألق، كونتور يضيع ركلة الجزاء، يضيع الهدف العاشر. ركلتي جزاء ضائعتين في المباراة، وركلتي جزاء ناجحتين. لاعبو المنتخب الأندونيسي يحتجون على حكم المباراة. مباراة طبعا لا أدري لاعبو المنتخب الأندونيسي هل يحتجون لقرارات المباراة التحكيمية أم أنهم يهمهم ألا يتلقوا هدفا عاشرا، هل يهمهم ألا يتلقوا الهدف الحادي عشر، ألا يتلقوا مزيدا من الأهداف. عموما هي سواء، هي سيان، هنا تدخل، هنا لم يكن قد ارتكب أي خطأ اللاعب محمود عبد محمد علي، للأمانة لم يرتكب أي خطأ على الحارس، بدأت حارس أراد أن يكسب وقتا. عموما هناك وقت بدل ضائع قد يصل إلى 5 دقائق طالما أن الحارس يسعف على أرضية الميدان، وهناك توقف من الحارس في بداية الشوط الثاني قد يكون 5 دقائق. البحرين 9 أهداف، أندونيسيا لا شيء. البطاقة الوحيدة المتبقية للتأهل إلى الدور ما قبل النهائي أو الدور النهائي من التصفيات المؤهلة ل كأس العالم 2014 الخاصة بمنطقة آسيا. أردن والعراق تأهلا عن المجموعة الأولى، كوريا الجنوبية ولبنان تأهلا عن المجموعة الثانية،
طبعا كان هناك سيناريو مرتقب أن تفوز الكويت و يعني تتأهل، لكن مع خسارة لبنان خسرت لبنان، والكويت خسرت على ملعبها أو خسرت أمام كوريا بهدفين نظيفين ليس على ملعبها. عموما تابع ركلة الزاوية لصالح المنتخب البحريني، عادت إلى الدفاعات الأندونيسية، الضغط يبقى متواصلا. هنا المرزوقي داخل منطقة الجزاء يفكر في التمرير، ليس هناك تسلل، كرة موزعة، الحارس يخرج، الدفاع يتدخل وتعود أندونيسية خضراء وبيضاء من جديد. مرزوقي يعود إلى مكانه، يقطع الكرة إلى تماس. خمس دقائق على النهائي. المجموعة الثالثة شهدت تأهل أوزبكستان واليابان، المجموعة الرابعة شهدت تأهل أستراليا وعمان، وعدم تأهل السعودية في واحدة من مفاجآت هذه التصفيات، والمجموعة الخامسة المثيرة لحد الآن إيران، البحرين أو قطر. طبعا هدف واحد قطري يؤهل قطر. وهدف إيراني يؤهل البحرين. إما هدف بحريني، طبعا البحرين فعلت ما عليها، فعلت كل ما تملك من أجل التأهل، فعلت وحققت شرطها الأول. كرة من جديد لمنتخب البحريني في حصة تدريبية اليوم. منتخب البحرين لمسات بإبداع، كرة بالعقب من صالح، من وليد محمد لم تمر، عادت لسلمان، راجع إلى الخلف نوعا ما سلمان عيسى، فكر في تأمين الأمور. تبدو الأمور صعبة إذن بين قطر والبحرين، من سيتأهل منهما؟ هدف واحد في مباراة إيران وقطر هو الذي يحدد من سيتأهل إلى النهائيات. لكن هنا الأمور خلص انتهت، الأمور هنا انتهت. 9 أهداف كاملة لحد الآن، قد يظهر هدف 10 في أي لحظة. أندونيسيا لا يمكنها بتاتا أن تقلب الطاولة على رأس البحرين. طبعا تسجل أندونيسيا هدفين يعني يعيدان الروح لقطر، هذا مستبعد جدا. يعني تلعب بعشرة لاعبين، لم يتبقى في المباراة الكثير، أرهقت كثيرا. 9 أهداف، المنتخب البحريني يلعب بالنار الآن، يترك الفرصة للاعب المنتخب الأندونيسي لأن يلعب الكرة ويتقدم إلى الأمام. سيد ضياء، سيد ضياء، 5 دقائق ملتهبة الآن. البحرين أعتقد هي المتأهلة. مستمرة المحاولات، خطأ لصالح المنتخب البحريني. بهذه النتيجة البحرين هي المتأهلة. قطر تعادل النتيجة الآن، قطر تعادل النتيجة، هدفان مقابل هدفين. وما فعلته البحرين الآن من أهداف يضيعها. هاي كرة من جديد، هذا قطر تعادل النتيجة، وبالتالي شفت قلت أنه المباراة على كف عفريت، مباراة إيران وقطر على كف عفريت. أعتقد كاسولا هو الذي عادل النتيجة لصالح منتخب قطر، وبالتالي ما فعلته البحرين الآن وما سجلته من 9 أهداف كاملة في مهب الرياح، في مهب الرياح، لأن قطر هي التي ستتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات. عموما مباراة مجنونة تلك، هي مباراة إيران وقطر لحد الآن تعادل بينهما، في حين أن هذه المباراة من تيار واحد. عموما هدف واحد يضع المباراة على كف عفريت، المباراة على كف عفريت الآن. مباراتين مثيرتين، قمة الإثارة. قمة الإثارة، 5 دقائق كما توقعت وقت بديل عن هذه المباراة. إصابة أحد اللاعبين البحرينيين، لا تغيير من جانب الأحمر البحريني.
خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة وقتها الرسمي والإضافي هنا، لأنه الوقت الرسمي انتهى، بقيت خمس دقائق وقت بدل ضائع، المباراة الأخرى بقيت فيها خمس دقائق. إذن العنابي القطري والمتأهل بدلا من الأحمر البحريني. لما تملك الفرصة بيديك هذا وأفضل حال وأفضل سيناريو. عموما تحية ستأتي للاعبين البحرينيين مهما كان، لكن علينا أن ننتظر إلى نهاية الوقت ماذا سيحدث بين إيران وقطر، لأنه لازال هناك الوقت. هدف قطري خلص يشعل الصدارة لصالح الأحمر، لصالح العنابي القطري، وهدف إيراني يلغي ما تفعله قطر. عموما هذه المباريات المثيرة، هذه كرة القدم هكذا وهكذا. كرة اندونيسية، لا أعتقد بأن هدف التعادل قد وصل إلى مسامع الأنصار البحرينيين. لاعبون بحرينيون وكأنهم سمعوا الخبر، باتوا متوقفين على أرضية الميدان. أقل حركة، شوف لاعب إسماعيل حسن عبد اللطيف واقف نوعا ما، أعتقد بأن الخبر يسمع يصل من دون شك. 9 أهداف كاملة لحد الآن. نلعب الوقت البديل من أطوار هذه المباراة. كرة للمنتخب الأندونيسي. السيناريو يعني الصعب فعله المنتخب البحريني، لكن الأصعب ليس بيديك. لما لا تملك مصيرك بيديك هذه المعضلة وهذه المشكلة. تعود عدد النقاط 10 لقطر والبحرين من دون شك هي قد كسبت النقطة 9 بفارق نقطة واحدة عن قطر، بفارق نقطة واحدة عن قطر. قطر التي تكسب نقطة التعادل لحد الآن، لأنه نفس نتائج الفريقين، منتخبا البحرين وقطر فازا ذهابا وإيابا على اندونيسيا وتعادل ذهابا وإيابا، وخسر كل منهما في يعني وخسرت قطر، وتعادل كل منهما على ملعبه أمام إيران، لكن يختلفان في نقطة، أن البحرين خسرت بملعب إيران وقطر لا زالت متعادلة لحد الآن أمام إيران. كرة بحرينية، ممكن هدف 10، أنا توقعت 10 أهداف، هو الهدف 10 كما توقعت في أطوار المباراة، 10 أهداف كاملة، أكبر فوز للبحرين. وشوف الجمهور وصل إلى مسامعه أن هدف التعادل، أنه لم يفرح كثيرا مثل ما فرح لحظة تسجيل الهدف 7 و8 و9، لأنه آنذاك كان منتخب قطر متأخر، الآن متأخر بهدفين مقابل هدفين، لكن هدف 10 طبعا لا معنى له، لا يسمن ولا يغني من جوع طالما أن منتخب قطر قد عادل نتيجة متعادل. هدف ثاني في كل شبكة، وبالتالي الجمهور فعلا يكون قد سمع، واضح حتى من فرحته الهزيلة. المباراة تدخل إلى وقتها البديل. إيران هدفان، قطر هدفين، البحرين 10 أهداف، أندونيسيا لا شيء من الأهداف. يا لها من إثارة في كرة القدم، يا لها من إثارة في كرة القدم. البحرين إذن على الأقل استطاعت أن تسترجع قيمتها، خسارتها ب6 أهداف نظيفة أمام إيران ليست هي المعضلة الآن، إنما عدم تمكنها من تسجيل الفوز على قطر في البحرين، على إيران في البحرين مثلا، أو كسب نقطة التعادل أمام إيران في إيران. عموما هذا هو الفارق، الفارق بين الطرفين، بين العنابي القطري والأحمر البحريني، أن قطر استطاعت أن تفوز بنقطة من فم 7، من فم متصدر هذه البطولة لحد الآن. المباراة تقترب من النهاية، الصراع مثير، هدف 11 مرتقب، ليس هناك خطأ. المباراة سيصفر نهايتها بعد ثواني الحكم الحداد. إذن 10 أهداف للبحرين ولا شيء من الأهداف لإندونيسيا، أكبر خسارة لإندونيسيا، أكبر فوز للبحرين في مشوار طبعا مبارياته الرسمية. انتهى اللقاء
وتبقى الثواني المعدودة في مباراة إيران وقطر هي التي ستحمل إما خبرا سارا للبحرينيين أو لا خبر مثل ما هو عليه الحال الآن بالنسبة لجماهير وأنصار الأحمر والعنابي. إذا ما تأهل العنابي القطري مبروك وتهنئة، كل التهنئة للعنابي القطري إلى الدور النهائي وكامل التوفيق له في مشواره للتأهل إلى النهائيات. وإذا ما تمكن منتخب البحرين من التأهل بأعجوبة إذا ما سجل المنتخب الإيراني هدفه، فمبروك للمنتخب الأحمر العنابي. لكن عموما يبدو أن الأمور لصالح العنابي القطري طالما أن الوقت البديل انتهى. إذا مبروك للعنابي القطري، هارد لك للأحمر العنابي، شكرا للشجعان، شكرا للأوفياء، شكرا للأبطال الذين حققوا المهم، ولكن الأهم كان ليس بأيديهم، المهم أنهم سجلوا 10 أهداف، حققوا الشرط الأساسي، ولكن الشرط الثاني لم يتمكنوا من تحقيقه. انتهى كل شيء، انتهى حلم البحرينيين، ولكن نتمنى كامل التوفيق للأحمر العنابي في باقي مشواراته في مبارياته المقبلة.